جابوا لقاحات، جابوا مبيدات، يعني باسبوع مرتين، مره ثلاث مرات، سووا محاضرات توعيه، ارشادات، تعليمات. اذا لا سمح الله العجل او البقره صار بها اعراض مرض، نعطيهم خبر يعالجونها، يعزلونها عن الحلال. سوائل الشخص المصاب كلها تكون واسطة لنقل المرض، والقراد أيضا إذا حصلت عضة للقرادة لأحد الأشخاص ممكن أن يسبب له مرض، أو تتناول لحوم ملوثة ومصابة بمرض الحمى النزفية.